متابعي وثائقي من الواقع في كل مكان، دفن طه أو جنازة الشاب طه واللي بيحضرها أكتر من 20,000 بني آدم بيدعوا له بالرحمة والمغفرة. الآن الجنازة كاملة، شوف انهيار أسرة طه وأسرة القبائل العربية وكل أهل محافظة المنيا في وداع الشاب طه اللي رحل عن عالمنا بعد 7 أيام من رحلة البحث عليه. شاهد معانا عائلة الرحمة والمغفرة والأهل من زمان الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. متابعي وثائقي من الواقع في كل مكان، وزي ما وعدناكم وزلنا مستمرين مع حضراتكم حتى في وداع الشاب طه صاحب 35 عام اللي رحل عن عالمنا، ورحلة بحث استمرت أكثر من 7 أيام حتى الوصول ليوسمان الشاب طه وتوصيله إلى مثواه الأخير. طه صاحب 35 عام اللي ترك طفلين وغادر عن عالمنا منذ 7 أيام، ولحد النهاردة لحد دفن الشاب طه ادعوا له بالرحمة والمغفرة والأهل بالصبر والسلوان. ما ينفعش من فوق. الله أكبر.